الفرقه كلها خدت اجازه وباستثناء طبعا اللعيبه الدوليين، لكن كابتن خالد بيبو راح قعد مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بخصوص توفير المناخ اللي يخص لعيبه النادي الاهلي اللي راجعين من بطوله كبيره جدا وما ريحوش. تفاصيل ما دار بينك وبين كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن في معسكر منتخب مصر. ما مش عايز اخش في التفاصيل قوي ومش عايز اتكلم في احداث، انما في الاخر احنا لعيبه موجودين في المنتخب انتظموا في المعسكر وخدوا الحل المناسبه، وان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر وكابتن حسام ولاعيبه مصر داخلين على فتره مهمه جدا مع المنتخب، فنتمنى لهم التوفيق وربنا يكرمهم يا رب ان شاء الله. طيب خلاص خدنا ال 12 والناس بتسالكم دلوقتي بال 13، وده قدر اي حد بيشتغل في النادي الاهلي، يعني ان هو ما بيلحقش ياخد نفسه او يحتفل حتى بالبطوله، الناس بتطالبه بالبطوله بعد. يعني احنا عندنا تحديات كتير جدا، عندنا الانتر كونتيننتال، عندنا بطوله الدوري اللي لسه في الملعب وفرصه الاهلي انها تاخدها، والكاس كمان، في بطولات كتير جدا لسه شغاله خلال السيزون ده، وفي بطوله هنشارك فيها لاول مره اللي هي الانتر كونتيننتال. التحديات دي كابتن خالد بيه مجهز لها ازاي وشايفها ازاي؟ هو اللي فات خلص، احنا ده المبدا صح. اللي فات خلص خلاص، اتعودت. انت كمان متربي في النادي يا كابتن والناس رصيدك عندها كبير، فانت متعود على الكلام ده. اللي فات خلص خلاص، احنا دلوقتي بنركزين في الشغلانه. طبعا الناس خدت اجازه، انما احنا يعني موجودين بنجهز للفتره اللي جايه، المباريات مهمه وعندنا بطوله الدوري احنا على طول راجعين عليها على طول، هنبقى عندنا فتره صعبة، كل ثلاث أيام مباراة، كمية برضو من المؤجلات كتيرة، هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نبذل أقصى جهد، لأن بطولة الدوري مهمة جدا 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 بالنسبة لنا، وهنقاتل عليها لآخر لحظة إن شاء الله تبقى من نصيبنا. بس يعني ما عنديش ما عندناش راحة، ما أعرفش يعني ما فيش راحة، كل بطولة تخشها هي أهم بطولة، كل مباراة تلعبها هي أهم مباراة، وكل واحد يبقى فاكر ان المباراه دي هي اخر مباراه ممكن يبقى موجود فيها في النادي، فبيطلع كل مجهوده وبيبذل كل ما اوتي من قواه بان احنا ناخد المباراه دي وبعدين نفكر في المباراه اللي وراها على طول. يعني كابتن محمود الخطيب كلمك كل كده بيقول لك شمعه انطفت وبننور الشمعه اللي بعدها على طول، فانتوا نفس السيستم في كل المكان في النادي الاهلي، يعني مكان كله مميز بنفس الطريقه يعني. طيب لا، كلمه هو اخيره، كله بيربط ببعض، هو الشمعه دي ما بتطفيش فبتنور اللي وراها. صح، كل السما بينور اللي وراه على طول. ان شاء الله تكون شمعه جديده بقى في البطولات بتاعتنا، والموسم ده لسه مليان يعني.